بحبك ومعك في أي مكان، بس التادينا تلاقي الكون مليان، انت الأمل وانت الكيان. أهلك فين هتروح لو آخر الدنيا وراك نفديك بالروح، عشقك في قلبي داوي أي.
مساء الخير على حضراتكم جميعا، مساء الخير على جماهير الاهلي العظيمه في كل مكان. سعداء بتواجدنا مع حضراتكم الليله في هذا الحدث العظيم وبدايه احتفاليه استاد الاهلي. وي مساء الخير يا كريم. مساء النور عليك يا نهاوند، ومساء الخير على كل حضراتكم السيدات والساده الحضور، مشاهدينا في كل مكان في العالم عبر شاشه قناه الاهلي. اهلا بكم جميعا في بدايه احتفاليه تاريخيه بالمعنى الحرفي، واكيد هنعرف حضراتكم على كل تفاصيل هذه الاحتفاليه. سعداء جدا ومتشرفين جدا بوجود النهارده مع كل حضراتكم. اسمحوا لنا ان البدايه تكون مع السلام الوطني لجمهوريه مصر العربيه. بداية حلم الأهلي واستاد الأهلي والسلام، حدث مهم جدا. بس قبل ما نتكلم في تفاصيل كتير، كلنا أمام حدث تاريخي. زي ما كنا بنقول لازم نسمع رجل تاريخي، كاتب من كتاب التاريخ، اسم ارتبط بالفراعنة وبالاكتشافات. هيقول لنا اكتشافه النهاردة، بس الاكتشاف النهاردة من نوع مختلف. في صحبة التاريخ مع الدكتور زاهي حواس. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول حقيقه انا بشكر معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب انه شرفنا النهارده وشارك كل الاهلاويه في كل مكان بالاحتفال العظيم باستاد الاهلي. واشكر الكابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره انهم دايما بيضيفوا حاجه جميله بتفرحنا احنا كاهلاويه. انا النهارده جيت بلبس الاكتشافات اللي انا بعملها، لكن نسيت البرنيطه. قلت ما تنفعش البرنيطه تبقى موجوده في الشتاء في الدنيا ضلمه. لكن انا ليه جيت بلبس الاكتشافات؟ لان الحقيقه الواحد بيكتشف حاجات جميله في العالم الفراعنه بتهز الدنيا كلها. لكن النهارده الحقيقه انا بكتشف حاجه جميله، حاجه بتسعدنا كلنا، استاد الاهلي لاول مره بالجمال اللي انا شفته بالتكنولوجيا العظيمه دي كلها بتسعد مش الاهلاويه بس، لا كل المصريين، ان يبقى في عندنا استاد بهذه العظمه اللي بيوازي اي استاد انا شفته في اوروبا وامريكا. حقيقه في حاجتين انا دايما بيفرحوني وبيسعدوني، الحاجه الاولانيه ان انا مصري، والحاجه الثانيه ان انا اهلاوي. يعني الحقيقه انا بقلبي مع الاهلي. ليه؟ الاهلي نادي المبادئ، نادي الاخلاق، نادي الوطنيه، فيه كل الحاجات الجميله اللي تخلي الواحد يبقى سعيد. انا طول عمري كنت بشجع الكوره، وطول عمري معجب بالكابتن محمود الخطيب، لكن انا ما اعتقدش ان فيه ماتش في حياتي للاهلي سبته، ما بتفرجش عليه في البيت مع اصحاب، لا بتفرج في قهوه بلدي في المهندسين مع الناس. الاهلي لما يجيب جون بحس ان دي حاجه بتفرحنا كلنا.
انا افتكر مره كنت بعمل محاضره في اسبانيا وكان حاضرها 1000 واحد وكان في ماتش مهم جدا للاهلي. فيومها انا ما كنتش على بعضي، مش عارف اتكلم، خايف. ففي واحد مصري قلت له من فضلك لما الاهلي يجيب جون اكتب لي ورقه اقول الاهلي جاب جون. فالاهلي جاب جون ولقيته جاء قدام وكتب الاهلي جاب جون. قمت موقف المحاضره وقلت للاسبان حكايه عشقي للنادي الاهلي وليه انا بحب النادي الاهلي، واتكلمت عن النادي الاهلي لمده 5 دقايق. وكان حاضر في المحاضره دي نائب رئيس نادي ريال مدريد، فلقيت كل الاسبان بيسقفوا لان احنا امام نادي عظيم زي اعظم نادي موجود في اوروبا كلها. حقيقه انا مش عايز اتكلم كتير، لكن عايز اقول لكم ان انا فرحان. وانا اتكلمت في مئويه النادي الاهلي قبل كده مع الكابتن حسن حمدي وابراهيم المعلم، وقلت لهم ان انا في اكتشافاتي طلعت برديه مكتوبه بالهيروغليفيه. البرديه ترجمناها بتقول ايه؟ بتقول ان كل الفراعنه كانوا اهلاويه. وبعدين في برديه تانية طلعت من حوالي شهر مضاف عليها كلام الفراعنه حطوه وقالوا والاهلي نادي القرن واعظم نادي في الدنيا. وعشان الزملكاويه ما يزعلوش هقول ان الزملكاويه هم اللي بنوا الهرم الاكبر، فيبقى احنا متساويين مع بعض وبنحب بعض. انا الحقيقه مش عارف اقول لكم سعادتي قد ايه ان انا شايف الحاجه العظيمه قدامي دي. وانا يعني بشكركم تاني مره تانيه وبقول لكم انتوا بتفرحونا دايما بالانتصارات الجميله العظيمه اللي مسجله في التاريخ. عشان كده انا بعتقد ان التاريخ هيسجل ان الاهلي عنده دلوقتي استاد عظيم رائع فيه كل العظمه وكل التكنولوجيا. مره تانية اشكركم وكل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا للدكتور زاهي حواس، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. ومجرد وجود حضرتك معانا في احتفاليه النهارده دليل اضافي على تاريخيه اللحظات اللي احنا بنعيشها، وهي بالفعل لحظات تاريخيه. احنا النهارده بنحتفل احنا وكل حضراتكم، كل محبي وكل عشاق هذا الكيان المحترم نادي الاهلي العريق بكل تاريخه المضيء والمشرف، بنحتفل معاكم النهارده بافتتاح استاد الاهلي، حلم كبير وبيبتدي يتحقق. هو اول ملعب رسمي للنادي الاهلي، يعني نقدر نقول ان هو بدايه لحلم اكبر واشمل، حلم انشاء استاد خاص بالكامل بالنادي الاهلي. طبعا بنتوجه بالشكر بالاصاله عن انفسنا وبالنيابه عن كل القائمين على النادي الاهلي، بالشكر لكل مؤسسات الدوله. الحقيقه تعاون مثمر ومحترم جدا الحقيقه بين كافه مؤسسات الدوله وبين النادي الاهلي وعلى كل الاصعده وعلى كل المستويات، وكل ده طبعا بطبيعه الحال لصالح مصر ولصالح الرياضه المصريه. التعاون ده اسفر عن حصول النادي الاهلي على حق انتفاع استاد السلام اللي اصبح استاد الاهلي وي السلام. الشركه الراعيه للنادي الاهلي شركه وي الحقيقه عندها طموحات كبيره جدا 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 مع النادي الاهلي، حملت على عاتقها تطوير ملحوظ في كثير من الجوانب تخص النادي الاهلي وايضا تخص جمهور النادي الاهلي. واكيد حضراتكم تابعتم معانا من ايام التطوير الكبير اللي حصل في قناه النادي الاهلي، اللي بنتمنى تكون حضراتكم مستمتعين بكل لحظه اثناء متابعتكم ليها. ده ملعب الاهلي، ملعبنا اللي هنلعب عليه كل ماتشاتنا محليه وافريقيه، اكيد هيكون ملعب كمان فريق الانتاج الحربي. وزي ما انتم عارفين ان علاقه الاهلي دايما ممتده مع كل الانديه، وكمان الاهلي دايما داعم لكل منتخبات مصر. فالملعب ده تحت امر الفرق والمنتخبات طبعا بالاتفاق مع الاهلي وشركه الاداره. احتفاليه رائعه على ارض مدينه السلام وبحضور لفيف من الشخصيات الهامه. معاكم على الهواء عبر شاشه قناه الاهلي، بنستمتع كلنا بهذا الحدث المهم. زي ما قلنا هو حدث تاريخي. زي ما نهواندا قالت بالفعل احنا النهارده متشرفين جدا بوجودنا ضمن مجموعه ولفيف من الشخصيات العامه ونجوم في كل يعني المجالات اللي حضراتكم ممكن تتخيلوها. انتوا طبعا عارفين كويس قوي جمهور وعشاق النادي الاهلي منتشرين في كل مكان، مش في مصر ده في العالم كله، سواء من المصريين المقيمين في الخارج او حتى من العرب من عشاق هذا الكيان
العريق. وزي ما قلنا في تعاون مثمر بين النادي الاهلي وبين كافه مؤسسات الدوله، عشان كده العلاقه بين الاهلي ووزاره الشباب والرياضه الحقيقه دايما بتشهد يعني تعاون رائع ومميز. واسمحوا لنا نتوقف الان مع كلمه السيد الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني أود أن أعبر عن امتناني وشعوري يعني بالسعادة أن احنا موجودين النهاردة في ظل حدث جديد شوية، حدث كبير. دايما كنا بنقول احنا في نيمينج رايت وفي بي او تي وفي مصطلحات كده كتيرة كنا بنتمنى أن هي تكون موجودة. دايما كنا بندفع الجانب الاقتصادي والاستفادة من منتج كرة القدم ومنتج الرياضة. في الحقيقة يمكن النهاردة اتحقق هذا الموضوع وهذا المصطلح كبير، فعندنا نيمينج للستاديوم او تسمية للسادات، عندنا حقوق اسمية بقت موجودة، عندنا كمان حق انتفاع، عندنا تطوير منشأ زي الدكتور زاهد الحقيقة ما ذكر. الحياة دي كلها إضافة قيمة، إضافة كبيرة في ظل دفعة قوية جدا 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 للرياضة في مصر والمنشآت اللي يعني عمرنا ما شفنا هذا التطوير بهذا الحجم، في ظل الدفعة القوية من القيادة السياسية الحكومة المصرية لكل شيء في الرياضة المصرية. يعني عن نفسي كوزير الشباب والرياضة تقدم الشكر وتقدير مجلس إدارة النادي الأهلي المحترم بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وبشكر كل اللي موجودين. لكن أيضا مش هنسى أن أنا أشكر إحدى الشركات الوطنية اللي أضيفت لهذا القطاع الرياضي الكبير، شركة السادات، للحقيقة مساندتها في التطوير الكبير سواء في المشروع القومي للاستادات في مصر او اليوم اللي احنا بنشوفه، لانه في تعبير بالغ الاهميه كبير، اداره احداث رياضيه، اداره حدث. احنا شايفين حتى مفهوم وشكل افتاح ودقه تنظيمه كمان. فيعني ان شاء الله يكون هذا الصرح الكبير اضافه كبيره، ملم ومتابع من فترات طويله. وفعلا شفت بيان النادي الاهلي قال الاستاد موجود بيخدم الرياضه المصريه، بيخدم جميع الفرق او الفرق، ده شيء مهم جدا جدا. وباكد تاني يمكن احنا من النص الاخير من التسعينات بدات هذه الظاهره في اوروبا، وبدات كمان بعض الدول يمكن العربيه تاخد هذه الحقوق لاحد الاستادات الكبيره اللي احنا نيمينج ذا ستاديوم او نيمينج رايت حقوق للسادات او الحقوق الاسميه. لكن هنا في اضافه كبيره جدا. انا بأبارك هذا الحدث، بأبارك هذا الافتتاح، بأبارك هذه الاضافه. ان شاء الله يكون في تطور على طول، اضافه للكره المصريه اللي دايما كل يوم بنقول احنا بنتباهى بفرقنا، بنتباهى بمنتخباتنا، بنتباهى بالكره المصريه. واكيد حدث النهارده تاكدوا تماما مش بس بيبث للمصريين لكن بيبث في العالم كله، فده تأكيد على دور المحوري للرياضة المصرية والدور كبير جدا اللي بتقوم به الأندية. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لمجلس الإدارة المحترم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيادة الوزير، ومبروك علينا جميعا أكيد نادي وقناة وجمهور. شكرا لك يا فندم. احتفالية اليوم بتشهد شراكة حقيقية بين الأهلي وشركة وي، ولسه كمان المفاجآت قادمة. شركة وي بتبذل جهد واضح وبتوفر إمكانيات كتيرة جدا لتحقيق أحلام جماهير الأهلي. الشركة اللي واقفة مع النادي الأهلي ومع جماهيره العظيمة، وأخذت كمان على عاتقها إسعاد الجمهور الوفي. مش بس حطت اسمها على تيشرت الأهلي في تعاون رائع، لا كمان شاركت وبتشارك في تطوير قناة الأهلي. كمان وفرت ملعب الأهلي في كل وسائل الراحة للجماهير، وحطت خطط كتيرة جدا وكبيرة لإسعاد الجميع.
لسه برضو هنستنى منهم الكتير في الفترة القادمة إن شاء الله، بس دلوقتي خلينا نروح لكلمة المهندس محمد أبو طالب النائب التجاري للشركة المصرية للاتصالات وي. شكرا يا هوندي، انت لخصتي اللي انا كنت عاوز اقوله صراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، السيدات والساده الحضور الكرام، بدايه انا احب اهني مجلس اداره نادي الاهلي واللاعبين وجماهير القلعه الحمراء وشركه استادات على اطلاق استاد الاهلي وي السلام، واللي بياكد شراكتنا العملاقه والناجحه باذن الله مع النادي الاهلي. قلناها في كذا مؤتمر ان الرعايه مش مجرد علامه على قميص نادي الاهلي، واختيارنا لشعار وي معاك يا اهلي والحمله اللي كنا عاملينها والشعار اللي عاملينه بتاكد الشراكه دي، وده نابع من استراتيجيه الشركه تبعتها من اول بدايه الشراكه، ومستمرين ان شاء الله في تنفيذها، وان شاء الله مستمرين في المفاجآت. شركه استادات عارفه احنا محضرين ايه في الفتره الجايه ان شاء الله، وان احنا نبقى بجد ورا النادي الاهلي في حاجات فعاله وحاجات تعجب الجمهور والنادي الاهلي. ورعايتنا للنادي الاهلي بشكل خاص ورعايه الكره المصريه بشكل عام بنعتبرها هي الرعايه الاهم في تاريخ شركه عريقه وقديمه زي المصريه للاتصالات، ومن خلال دورنا ان شاء الله ده هنقدر نقدم قيمه مضافه للكره المصريه والرياضه المصريه والنادي الاهلي ان شاء الله. مره تانية ابارك على الحفل الجميل ده واشكر شركه استادات، والف مبروك للنادي الاهلي. شكرا. الحقيقة مجلس إدارة النادي الأهلي بيبذل مجهود كبير جدا للحفاظ على قيم وعلى قيمة النادي الأهلي، فبطبيعة الحال لازم نتوجه لمجلس الإدارة بكل أعضائه لكل الشكر طبعا والاحترام الحقيقة، لأن هم الحقيقة من أول لحظة تولوا فيها مسؤولية إدارة نادي القرن رفعوا شعار في منتهى الأهمية، شعار كلماته بسيطة جدا ولكنها أيضا في منتهى البلاغة. الشعار هو تاريخ مبادئ تطوير. لو كلمنا عن التاريخ بتهيالي يعني هنحتاج وقت طويل قوي عشان نتكلم على تاريخ النادي الأهلي، وحضراتكم أكيد أدرى مني بكتير بهذا الأمر. تاريخ مضيء ومشرف جدا جدا الحقيقة، ودورنا كلنا إن احنا نحافظ على هذا التاريخ، وده اللي بيعمله طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب. ومع الحفاظ على التاريخ وإضافة تاريخ جديد بنحافظ كلنا مع بعض على مبادئ النادي الأهلي. المبادئ عند كل من هو ينتسب للنادي الأهلي مش مجرد يعني كلمة بتتقال قد ما هي عهد، وبيتنفذ الحفاظ على مبادئ النادي الأهلي عهد وواجب علينا كلنا. أما التطوير فأكيد برضو حضراتكم لاحظتوه خلال الفترة الأخيرة يعني، ومن أول يوم الحقيقة تطوير في كل الفروع فيما يتعلق بفروع ومقرات النادي الأهلي اللي كلها بتشهد طفرة إنشائية على كافة المستويات، تطوير في كافة الأنشطة والألعاب، صفقات قوية جدا وبطولات، وطبعا لسه التطوير شغال. والنهاردة أو الليلة دي تعتبر إحدى ثمار هذا التطوير استاد الأهلي والأهلي وملعب خاص بيه. اسمحونا دلوقتي نتوقف مع كلمة من صاحب القيمة والقامة وصاحب التاريخ المشرف بالمعنى الحرفي، من القلائل جدا اللي ما فيش اتنين يختلفوا على حبه وعلى احترامه. رحبوا معانا بكابتن محمود الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحقيقة يمكن الأيام الطيبة والأيام السعيدة اللي احنا بنعيشها طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، في أسبوعين بس أو من أسبوعين بس كان هناك افتتاح وتطوير لتطوير قناة النادي الأهلي، حاجة مبهرة تليق بالنادي الأهلي، تليق بجماهيره، تليق بأعضائه، بكل من ينتمي إلى النادي الأهلي. والنهاردة قبل مرور أسبوعين افتتاح جديد استاد النادي الأهلي اللي هو الحلم اللي كلنا بنحلم بيه.
ان يكون في استاد باسم النادي الاهلي. النهارده احنا وصلنا للمرحله الاولى ووصلنا للبدايه، استاد الاهلي والسلام هو ده الاستاد اللي النادي الاهلي ان شاء الله هيكون معظم مبارياته على الاستاد ده باذن الله. ده هيوفر كتير جدا من الاستقرار الفني لولادنا باذن الله، بدل ما تنقل كل يوم في مكان. ولكن مش معنى وجود استاد النادي الاهلي اللي احنا فيه النهارده مش معناه ان احنا ننسى حلمنا الكبير، الحلم اللي كلنا حلمناه باذن الله. احنا بنشتغل كلنا، ويمكن دي برضو فرصه ان انا بشكر كل اعضاء مجلس الاداره لحرصهم الشديد انه يشتغلوا بروح الفانيله الحمراء، حرصهم الشديد ان كل واحد فيهم بينسى ذاته عشان خاطر نادي، وعشان خاطر يعني انه يعلي من قيمه نادي. فاحنا بنشتغل وبنشتغل كويس، بس احنا ما بنتكلمش كتير. احنا لما يكون في حاجه جاهزه بنتكلم عليها، حاجه خلاص تم توقيعها بنتكلم فيها. عشان كده الحلم الكبير والهدف الاكبر موجود وبنشتغل عليه، وموجود وبنشتغل في اتجاهات مختلفه. اعتقد ان شاء الله قريب باذن الله الحلم ده هيتحقق ان شاء الله. مش عايز بقى يمكن في ظل يعني الحقيقه اللي احنا فيه النهارده والسعاده اللي احنا فيها النهارده انسى ان بلدنا مصر بتمر بتحديات كثيره جدا. فكل التقدير والشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل مؤسسات الدوله بما فيها الجيش والشرطه اللي حرصهم كلهم على ازاي يقابلوا التحديات دي بحكمه وبقوه. كمان عايز اشكر وزاره الانتاج الحربي للمنشا العظيم اللي احنا فيه النهارده واللي احنا شايفينه. ويمكن ده كمان يخليني اتذكر الراحل الكبير الوزير محمد العصار رحمه الله عليه. كمان لما اكلم على وزاره الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، الحقيقه عامل زي النحله اللي ما بتهداش. وزاره الشباب والرياضه الداعمه لكل الانديه الرياضيه، الداعمه لكل الرياضيين وكمان كل الشباب ومراكز الشباب، اعتقد عندهم حمل كبير، لكن ان شاء الله هم ماشيين في السكه الصح والطريق السليم، وباذن الله الامور تبقى افضل في اللي جاي، افضل باذن الله. كمان عايز اشكر شركه استادات. الحقيقه الناس برضو من اكبر اسم موجود لاصغر عامل موجود، كل واحد بيقوم بدوره في فتره بسيطه جدا جدا، بينتقلوا من افتتاح يليق بالنادي الاهلي لقناه النادي، اللي بعديها باسبوعين افتتاح اخر يليق برضو بالنادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، انهم بيشتغلوا حياة بجد وبيشتغلوا بقلب وبيشتغلوا بحرفيه كامله او احترافيه كامله كمان. فانا بشكرهم جدا جدا على الجهد المبذول، لانهم فعلا النهارده الشكل العام مفرح ومبهج، وباذن الله يكون نتيجته طيبه ان شاء الله. كمان الشركه الراعي الشريك بلغه التسويق شركة وي من أول ما أطلقت حملة معاك يا أهلي، هي شركة الحقيقة ليها هدف، وهدف هو إسعاد جماهير النادي الأهلي، هدف هو إظهار الرياضة. الحقيقة ممكن شعار حتى السلوجان أو شعار معاك يا أهلي ليه معاني كثيرة جدا جدا. المعاني دي بتتحقق واتحققت الفترة اللي فاتت، يعني هدف ورا هدف يعني. فأنا بشكرهم جدا على تفاعلهم، وبشكرهم جدا على ما هو يعني قادم إن شاء الله. الشكر الكبير جماهير وأعضاء النادي الأهلي، الناس الحقيقة الداعمين للنادي الأهلي. الحقيقة يمكن عايز في حلم، وفي الحلم اللي هو اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو هدف النادي الأهلي بجماهيره وبأعضائه وبكل منتمين ليه، هو استاد الأهلي. الحلم إن شاء الله موجود، واحنا بنسعى كلنا ان احنا ازاي يعني نقرب
هذا الحلم إن شاء الله. يمكن في الختام موضوع يمكن ما كنتش عاوز أسيره بس أنا مضطر أسيره لأن مش ممكن أعدي الموضوع كده، أو أنا ما بكلمش كتير وأنا أول مرة يمكن أطلع من زمن يعني، وهو الأسلوب يعني الأشخاص الحقيقة اللي متجاوزين، الأشخاص اللي في نوع من أنواع التدني في أسلوبهم. إحنا النادي الأهلي مش ممكن يرد، النادي الأهلي قيمة كبيرة جدا، قيمة كبيرة جدا، ما ينزلش أبدا لهذا الأسلوب، ولكن ده مش معناه إن النادي الأهلي بيسيب حقوقه أبدا. النادي الأهلي وبقول للأشخاص دولت اهتموا بنفسيكم، مالكوش دخل بالأهلي، اشتغلوا انتوا عشان تنجحوا. قيمة الأهلي كبيرة جدا اللي تخلي كل الناس دي حواليه دلوقتي فكروا في كده واشتغلوا به، اشتغلوا لنجاحكم، ما اشتغلوش لإفشال الآخرين، بيشتغل عشان يفشل النادي الأهلي بس. ده أمر عجيب وأمر مش هيستقيم ومش هيستمر، عشان كده بنقول تاني النادي الأهلي راقي، النادي الأهلي له من مستوى الرقي والأخلاق والمبادئ والقيم اللي ما ينزلش لهذا المستوى. شوف أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده كتير، ولكن قريب أنا هتكلم فيه، وقريب هقول للناس إن إحنا بنفكر في الموضوع ده إزاي. بس أنا مش عايز بقى الموضوع ده ياخدنا من الفرحة اللي إحنا فيها، عشان كده برجع تاني أكلم جمهورنا وأكلم أعضائنا وأكلم لاعبتنا، كل من ينتمي للنادي الأهلي. النادي الأهلي كبير جدا، والنادي الأهلي أكبر من أي حد، النادي الأهلي خيره على أي حد. علشان كده عايزكم تاخدوا الفرحة بتاعتكم، افرحوا وكونوا فخورين بناديكم. اللي بيحصل الفترة اللي فاتت في النادي الأهلي وحنقعد معاها هعيش مع حضراتكم بالتفصيل فيه إن شاء الله قريب، لازم تفخروا بناديكم. اللي حصل في النادي الأهلي خلال سنتين ونص اللي فاتوا أمر يعني يجب أن احنا جميعا نفخر به. ومهما عملنا أنا أو مجلس الإدارة كله زمايلي وأنا، مش هنوفي الناس قدرهم مهما عملنا. إحنا بنشتغل علشان هذا الصرح الكبير. فرحوا بناديكم، سعادوا بناديكم، كونوا فخورين بناديكم، وإن شاء الله دايما الأهلي في المقدمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكرك جدا جدا كابتن محمود الخطيب، وانا هقول الاسطوره والمحترم ومعشوق ايضا الجماهير. وزي ما كابتن محمود الخطيب كان بيتكلم، اكيد احنا نادي الاخلاق، احنا النادي اللي بيميزنا كمان غير الاحترافيه وغير ان احنا نادي القرن، احنا نادي الاخلاق. انا سعيده كنت بوجودي مع حضراتكم، واكيد كريم كمان. واحنا بس قبل ما نختم اكيد عايزين نشكر برضو كل الجمهور اللي بيتابعنا، الجمهور العظيم، جمهور نادي الاهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي، شركة وي استادات، وكمان كل طبعا سيادة الوزير وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي منورنا النهاردة. بشكر حضراتكم جميعا. بس قبل ما نختم عايزين نقول إن احنا معانا النهاردة مفاجأة رائعة جدا، لو استنتونا شوية هنروح لاستوديوهاتنا في مدينة الإنتاج الإعلامي وهنرجع مع حضراتكم بعد كده، وهيبقى عندنا مش مفاجأة واحدة، أكتر من مفاجأة. خليكم معانا. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم. الأهلي خارج المنافسة، ويمكن الحقيقة دي حاجة من الحاجات اللي دايما بتميز النادي الأهلي، إنه على طول باصص لقدام، على طول حدد أهدافه، على طول بيعرف إزاي يسعى ويحقق الأهداف دي. النهاردة واحد من أهم الأهداف اللي اتحطت أمام إدارة النادي الأهلي أنها تحقق حلم جماهيره. النهاردة بنشوف حلم قديم الحقيقة وكان صعب بيتحول من حلم إلى واقع. حقيقة المشاهد اللي احنا شفناها النهاردة وما زلنا لسه مستمرين، هنروح لاستاد الأهلي وي مع حضراتكم، بس خلينا نرجع للأستاذ عصام شلتوت مرة تانية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا. يوم بيتهيألي من الأيام اللي اتحط دايما في الذاكرة، وأعتقد أنها خطوة مهمة جدا
مش بس هتخدم النادي الاهلي زي ما كنا بنتكلم، لكن هتخدم منظومه الرياضه في مصر بشكل عام. احنا كنا بناكد على ده، واعتقد انه يوم طبعا تاريخي مش بس لوجود دكتور زاهي حواس، لكن لانه الحقيقه هيتارق فيه لكلام مش سبقنا وقلنا، لكن اكده مع الوزير حتى اختيارات الحكومه وتلمح انه في مصر الجديده ثلاث حكومات تعاقبت بيسلموا بعض لوزراء عندهم هذه النظره عن اقتصاديات وعن استثمار كل في قطاع. وده اللي خلى معالي الوزير قال بدأنا نسمع بي او تي، بدأنا نسمع شراكات، بدأنا الجزء اللي احنا قلنا فيه هنا انه يعني عظمة هذه الليلة التأريخ لواقع جديد للنادي الاهلي. فالاهلي حاضره ما شاء الله ومستقبله يعني واضح معالمه من تاريخه وحاضره، انما وضع حجر اساس لمنظومة صناعية جديدة تدور على أرض مصر، من بقى شراكات لبي أو تي لصناعة الأغلب الأعم، واضح كده أنه يبقى الاستثمار فيها برأس مال وطني. صحيح. وإليكم مثلث الشراكة الأهلي وي واستادات. وزي ما قلنا يا كابتن، خطوة زي دي، خطوة وجود استاد خاص بالنادي الأهلي، هتساعد بشكل كبير في تطوير النادي يعني كمجمل. يعني شفنا في يوفنتوس لما بنوا نادي خاص للفريق، ده فرق كتير جدا مع يوفنتوس، فرق جدا عن باقي فرق ايطاليا. تسمحي لي يا ساره وتسمح لي استاذ عصام برضو، عشان احنا اتكلمنا على المنظومه الاستثماريه ودينا واتكلمنا على الاهلي وعلى وي وعلى شركه استادات، لكن لابد ان احنا برضو نذكر ونوجه تحيه شكر وتقدير للانتاج الحربي، لانه الاستاد ده ملك الانتاج الحربي، والاهلي حط شعاره على الاستاد. فلابد ان احنا الحقيقه استاد الاهلي وي والسلام، لابد ان احنا نذكر ونشكر الحقيقه دور الانتاج الحربي في نجاح المنظومه دي. بالعكس احنا بدانا بيه، لانه قلنا من هيئ الارض هي مؤسسات الدوله، وايه بقى ومؤسسه الدوله الاعظم قواتنا المسلحه باحد فروع الانتاج الحربي، اللي ياما على فكره ظلل يعني الصناعه المصريه مش بس بما هو حربي، لا طبعاً كان ليه جولات وصولات مع صناعات طيب مدنيه كثيره. احنا معانا كابتن نبيل معلول مدرب منتخب تونس السابق طبعا ومنتخب سوريا الحالي معانا على التليفون. كابتن نبيل مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك احمد، اهلا بالاختصار والاخ عصام، اهلا بيكم. اهلا بيك كابتن نبيل، منور. يعني انت موجود معانا وكل مشاهدي قناه الاهلي، اهلا بيكم والف الف الف مبروك. اهلا بيك والله يبارك فيك. جديد للقناه رائعه جدا ومتعه ما شاء الله من كل الناس، وافتتاح الملعب ايضا في نفس الوقت. اهلا بيك كابتن نبيل. الاهلي هرم يستاهل اكثر من هذا. اهلا بيك، موجود معانا في يوم وفي مناسبه خاصه جدا لجماهير وعشاق النادي الاهلي، وبعتقد انه يهمنا نعرف رايك في الخطوات اللي بياخدها النادي والكيان الكبير ده عشان يطور المنظومه باكملها، واللي بنشوفها وبتترجم النهارده في افتتاح استاد الاهلي وي بشكله الجديد. والله منذ مده معناها والاهلي ماشي على خطوات سليمه، خطوات مدروسه. تشوف انت معناها من النجاح الباهر اللي حققته القناة معناها في وقت وجيز جدا، والمتابعة الكبيرة اللي أصبحت عليها في كامل البلدان العربية وحتى المتابعين العرب اللي موجودين في بلدان أخرى. الملعب أظن معناها هذا استثمار على مستوى عالي جدا، يعني في تفكير ظاهر أنه في فكر على مستوى عالي جدا لتنمية معناها حاجيات الفريق، وطبعا هذا ما يرجع للنادي الاهلي الا بالنفع في السنوات القادمه. واظن انه الاهلي معناها بالانجاز هذا الاخير نتاع الملعب نتاعه طلع لستاب اخر، هو موجود في العالي لكن حاليا طلع لستاب اصبح معناها قريب، خلينا ما نقولش قريب، اذا كان مش ضمن الفرق الافضل اللي موجوده في العالم من ناحيه معناها الاستثمارات. انت بالتاكيد كابتن نبيل شفت وزرت واتفرجت على كتير من الملاعب والاستادات العالمية الأكبر وأشهر الفرق وخصوصا في أوروبا، يعني إذا كنت شفت لقطات ومشاهد من افتتاح ملعب الأهلي يهمني أسمع رأيك، وإلى أي مدى وصلنا أنه يبقى عندنا استاد بمواصفات ومقاييس عالمية. والله هذه خطوة ساعة متميزة جدا. طبعا للاستاد هو معناها
مهم جدا بالنسبه للاهلي وبالنسبه لمستقبل الاهلي، خاصه من ناحيه الاستثمار ومن الناحيه الماديه. أيوة. مقارنه بالملاعب الاخرى، شوف الجماهير هي اللي تعطي رونق للملعب، الجماهير هي اللي تعطي خاصيه للملعب، الجماهير هي اللي تعطي معناها ستاندينج للملعب، وجماهير الاهلي بدون ادنى شك انه باش تعطي معناها بعد اخر للملعب الجديد نتاع النادي الاهلي، هذا مما لا شك فيه ويصبح من افضل الملاعب اللي موجوده حاليا ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا كابتن. عايزين نسال كابتن نبيل فضل. يعني استاذ عصام شلتوت طبعا ناقد رياضي حابب يتواصل مع حضرتك كابتن نبيل. العزيز يعني فضل. نبيل معلول العربي التونسي، يعني واحد من يعني اكثر المدربين العرب احترافا واحترام، وعلى فكره هو بهوى اهلاوي برضه وهو يقول لك يعني يعني الافاده الفنيه كابتن، صحيح الاهلي بيلعب في ملعب القاهره استاد القاهره وغيره، الافاده الفنيه من وجهه نظر واحد من اكبر المدربين العرب يعني. لا خلاص يعني الاهلي تعرف في ملعب القاهره الكبير كان يضم مباريات الاهلي ومباريات الزمالك، خلاص معناها اصبح الملعب الحالي الاهلي نتاع الاهلي اللاعبين معناها باش يكونوا يحسوا نفسهم كانوا يلعبوا في 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 دارهم الجمهور، نفس الشيء معناها هذه اضافه معنويه كبيره بالنسبه للاعبين وبالنسبه للاطار الفني وحتى بالنسبه للجماهير، بالنسبه يعني باش يكون بونت مهم جدا في المباريات المقبله ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي. كابتن نبيل، هو ايه اهم حاجه المدرب يبقى محتاجها في ملعب كره قدم عشان تساعد أهم فريق؟ حاجة هي يعني لما تكون مدرب تدرب في فريق مثل الأهلي، يعني لما نحكيه على الأهلي خلنا نتمثل في فريق مثل الأهلي، تقريبا 90% من المباريات اللي يلعبهم الأهلي أو إذا كان مش أكثر من 90% هو اللي يكون مسيطر، هو اللي يصنع اللعب، هو اللي يعمل اللعب، ويكون اللعب تقريبا في نصف ملعب المنافس، يعني هو اللي يتحكم في الكرة. اكثر شيء يفكر فيها اللاعب هي الارضيه، لازم تكون متميزه لانه اللاعبين عندهم مهارات فنيه يحبوا يلعبوا من وان تاتش وتو تاتش والكره تمشي بسرعه، الارضيه لازم تكون متميزه على مستوى عالي جدا باش تسهل معناها ماموريه اللاعبين وتقلق في نفس الوقت المنافسين اللي حاولوا يكسروا اللعب نتاع الاهلي لما يجوا يلعبوا ضد الاهلي. الحاجه الثانيه اللي مهمه ضايد ما تقلش على الاهميه الاولى هي الجماهير، معناها الجماهير وحضور الجماهير، ونعرف معناها قوة وحضور جماهير الأهلي لما تكون موجودة بأعداد غفيرة كيفاش في أوقات عديدة هي تقلب موازين القوى في العديد من المباريات. طب ما تفكرنا كده كابتن نبيل، فكرنا كده كابتن نبيل بأصعب المواقف اللي واجهتك كمدير فني في ملاعب القاهرة، يعني إذا كان استاد القاهرة أو غيره من الاستادات في لقاءات مصرية تونسية أو أهلوية ترجوية. والله كثير، معناها من مباريات اللي قعدت في فكري، اكثر مباراه قعدت في فكري هي مباراه المؤهله لسيول سنه 87 لما فزنا على المنتخب المصري في القاهره هدف لصفر، الهدف اللي تسجل كنت كابتن منتخب تونس في ذلك الوقت وانا عندي ممكن 24 سنه، ما زلت ما عملت 25 سنه. أيوة. وفزنا والمنتخب المصري صراحه تذكر في ذلك الوقت كان فايز ببطولة افريقيا، معناها صحيح ما شاء الله لاعبين على مستوى عالي جدا، فايز ببطولة افريقيا 86 ومن افضل المنتخبات اللي موجوده في افريقيا، كان مش افضلهم في ذلك الوقت. معناها مجدي في اوج العطاء، طاهر ابو زيد في اوج العطاء، معناها ذكرتها من بدء، عبد الحميد في اوج العطاء، معناها اللاعبين على مستوى غريب ان شاء الله، معناها لاعبين على مستوى عالي جدا كانوا متميزين. بالنسبه للاهلي المباراة اللي قعدت في فكري هي مباراة ممكن اسكندرية أكثر من مباراة القاهرة، مباراة اسكندرية سنة 2012 اللي تعادلنا فيها وعودة الأهلي معناها في نهاية المباراة هي اللي معناها بقات في ذهني إلى حد. بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في قناة النادي الأهلي وكل التوفيق كابتن نبيل معلول، شكرا يا فندم. إجابة مهمة جدا على فكرة الاستثمار، يعني طبعا معروف أن الكابتن نبيل معلول هو رجل عروبي يحب أوطاننا، حتى في اختياره المنتخب سوريا الحبيبة يعني الحقيقة كان مغامر يعني، لكن هو أجاب على كل اللي احنا قلناه من حيث أن النادي الأهلي الآن يمتلك سلاح خاص، ملعب يتدرب عليه فريقه باستمرار، لم يعد هو فقط ملعب في القاهرة حتى لو كان استاد مصر الكبير استاد القاهرة وغيره طبعا وبرج العرب، لكن خلاص حالة الود دي استثمرت بقى من أضلاع المثلث واستادات لتخلق هذا النشاط،
اعتقد انه كرجل يعني عروبي طبعا، لكنه الحقيقه انا هو عارف ان هو اهلاوي يعني، انما هو يشعر باضافه جديده لكرة القدم المصرية وللنادي الأهلي تحديدا. كنا وعدنا يا كابتن المشاهدين ان في مفاجآت كتير قوي معانا النهارده، ودلوقتي هنروح لاستاد الأهلي والسلام علشان نشوف ماتش لقدامى اللاعبين ونستمتع بيه، وهيكون بتعليق النجم بيومي فؤاد. هنروح الماتش ونرجع مرة تانية. انا مش عارف اقول ايه، معدي كده بالعربيه جاي من التصوير، لقيت هيصه وزينه وفرح، قلت اخش اشوف في ايه، لا يكون في تصوير. لقيت استاد الاهلي والسلام بيفتتح. يا سلام على الفخر، يا سلام على الشرف. ليه الشرف ان انا بذيع مباراه لقدام النادي الاهلي اللي ياما متعونا. انا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده، ويا رب دايما الاهلي يفرحنا زي ما بيفرحنا. اشكركم، اشكركم جدا جدا. يا نهار ابيض. لا اقدر، اقدر يا كبير. يلا يلا حبيبي سمير محمود عثمان، ادو دجيش حبيبي، احسن لاين مان شفته في حياتي والله. يلا يا كابتن سلام. يلا 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 يا بلال، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضلوا. الله ايوب عمالقة الاهلي والله، عمالقة الحبيبي يا اسلام. حاضر حاضر. الله حبيبي محمود ابو الذهب بلال يا سلام. سؤال مصطفى ده الحاج ده حكام حكامنا النهارده سمير محمود، الحكم الدولي سمير محمود عثمان، اثنين مساعدين ايمن دجيش، والله زماني ايمن، ووائل مصطفى. فريق في اسلام الشاطر، سمير كمونه، سامي قمصان، اسحاق اول محمد فاروق، حسين شكري، محمود ابو الذهب، احمد ايوب، احمد بلال، عمرو انور. فريق الثاني احمد فوزي، شادي محمد، احمد السيد، احمد ابو مسلم، شريف عبد الفضيل، احمد صديق، عبد الحميد حسن، محمد فاروق، امير عبد الحميد، خالد بيبو، هاني العجيزي، اسامه حسني، احمد عبد الظاهر، حمدي ابو راضي.
13 و13 ماتش تاريخي والله. وصديق، هو انا قلت صديق؟ واحمد صديق. الاهلي وعشره عمر، الاهلي كيان. يلا يا جماعه عايز ابدا الماتش يا اخوانا. كابتن محمود الخطيب، سياده الوزير واعضاء مجلس الاداره نازلين الملعب. قد ايه انا متاخد يا جماعه، قد ايه انا مبهور يا فنان حبيبي زي حضرتك. ضربه البدايه كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب بيسلم على ايمن دجيش، سمير محمود عثمان، ووائل مصطفى. سلام. الفريقين واقفين في دايره. ضربة البداية بيبو كابتن محمود الخطيب. يا سلام. ترحيب كبير من جميع اللعيبة الكابتن محمود الخطيب، ربنا يديله الصحة. قيمة وقامة كبيرة. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين اللعيبة بتجهز إحماء. غريبة مع انهم لسه كانوا بيلعبوا من قيمة 10-15 سنة. الحكم الدولي بيدي تعليماته طبعا. زي ما حضراتكم شايفين انا اهو وانا اهو. اهلا وسهلا. تحضير من جميل اللعيبه. احمد ابو مسلم تخن احمد. زي ما احنا شايفين راس المرأة حميد حسن. يا سلام ميدو حبيبي، والله وكبرتوا يا ولاد وكبرتونا معاكم. دلوقتي احنا في انتظار صفارة البداية من الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان. هيظبط ساعته. ها بيشاور المساعدين وجاهزين على بركة الله. وابتدت المباراة. كرة من ناحية اليمين بينية حلوة خالد بيبو. يا بيبو بيبو صفارة تسلل، والغريبة انه ما اعترضش. كابتن وسام حسني زي ما شايف تخنوا الاولاد. باصة في نص الملعب، تمريرة ثانية من على اليمين. هو هناك اهو فاضي. تمريره حلوه جدا. اسلام الشاط، اسلام. ها 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 يضيع فرصه. لسه تاني. يا سلام يا سلام. طب كنا في غرفة العمليات زي ما بيقولوا. تمرير تاني من ناحية كبير.
اليمين من عند اسلام الشاطر بتتخطف كلها تجهيزات كل ده للوصول لمرمى الفريق المنافس اللي هو حلو قوي الخالد والله زبان خلود والله اتقطعت محمود ابو الذهب دبابه ابو الذهب دبابه نص الملعب اتخطفت من فاروق راحت لصديق وسام حسني معانا في نص الملعب بيدور على بيبو هو اللي عدى وسام هيجيبها وسام هيعملها وسام هيعملها وسام هيعملها الاول لاسامة حسني وجول 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 هايل وسام حسني يا جماعه والله زمان يا اسامه ضربت مره اتلعبت وسام في نص الملعب من العشبال راحت ل هيشوف هيعمل هي دي جول يا برافو برافو تصدي هايل كمودة أسامة تاني حلو ناحية اليمين هاي ها ها هاي بص ها ها والله مطمعش صديق واتخطفت منه يا جماعة بينقل الملعب مقطوعة هو مسلم ابو مسلم والله زمان ابو مسلم جنبه ميدو ها انتوا تبصوش لميدو ليه الحكم ما صفرش وبيدي اذن اللعب بياخدها تاني ميدو مع كوره الله النقله حلوه فالبيبو راح لصديق صديق والله زمان صديق كورنر اول كورنر لينا في مباراة اليوم اللي خرجها ايوب حلو جدا شايفين القعده اهو بيحاول كسبانين بقى وبيضيعوا وقت حلو قوي حلو قوي حلو قوي يلا اسام يا وائل يا سلام يا سلام على التصدي هايل والله هايل برافو يا اولاد عاوز يجيب الثاني عاوز يامن الماتش تعطيه ناحيه الشمال مع ميدو ابو مسلم اشول لعبها بيمينه ضعيفه عشان جت على يمينه طلعت بسرعه خطفت الاستعجال برضو هو اوفسايد صح اوفسايد صحيح اوفسايد صحيح بدون الرجوع للفاول عمر سيد الجول الاول اتحسب 1-0 لينا من ناحيه اليمين ما اعرفش المباراه اللي زي ديت فيها فار ولا تقنيه الفار يا الله 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 على ده جول الله على ده جول صحيح يا ابني ما شاء الله يا سلام يا بلال طبعا الكبير كبير يا سلام لعبها لب وجميله جميله حلوه جدا 1-1 تعادل برافو يا بلال بالتعادل اكتر من مره من حلاوه الجول الحقيقه بيبو
وبيندهوله بيبو اتخطفت تاني في نص الملعب راحت العادل والله حلوه حلو قوي حلو والله صار حلو الله اوفسايد 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 يا فاروق تعترضش ولد صار حلو قوي الحقيقه يا جماعه في استاد الاهلي والله ايه انا سعيد جدا يا ريتني جبت لبس الرياضه كنت لعبت والله العظيم ميدو الله جول حلو قوي جول حلو قوي الهدف الثاني 2-1 لينا وشارة جميلة من ميدو القعدة اهي يا سلام على التعاون حلو قوي الله عليك يا سلام بقى على الدكة دي يا سلام أسامة عرابي ربيع ياسين وشيخ ربيع ياسين كابتن سيد عبد الحفيظ كابتن سمير كمونة يا سلام أيمن شوقي نرجع لماتشنا تاني كل دي تحضيرات احنا شايفينها راحت لإسلام إسلام بابتسامته المعهودة ها وان تو تخطف جو ما يقدرش يمسكها زي ما حضراتكم عارفين بيخطف مبدا السلامه اسلام الشاطر حلوه جدا بس يا سلام ما من دفاعاته برافو اخلص من هنا ميدو حلو قوي ومحافظ على جسمه الله اكبر بينية حلوة جدا صديق حارس مرمى يا سلام بتتخطف في نص الملعب هجمة مرتدة سريعة أيوب لفاروق نص الملعب تاني يعمل نقلة حلوة قوي اسلام الشاطر اسلام فاش حاجه يا اسلام فاش حاجه استعبطش فاش حاجه يلا طبعا يا جماعه يعني اللي هقوله دلوقتي حاجه اكيد كل اهلاوي عرفها ان ابننا الكابتن رمضان صبحي خلاص ما بقاش معانا وراح لنادي بيراميدز انا عايز اقول له من قلبي والله ربنا يوفقك يا ابني واكيد الله العظيم من قلب كل اهلاوي ربنا يوفقك عايز اقول لك كمان يا رمضان بجد عايز اقول لك علاء بيهوب صح علاء بيهوب ده اول من اثبت ان الاهلي مش بتاع الدقيقه 90 اللي انا لحقته يعني لان اكيد كان في قبله بس اول واحد انا ما بقدرش انسى ماتش الكاس بتاع المصري الله يرحمه سيد بتولي وقايب انا بزيع ده ماتش هايل ده ماتش حلو جدا طبعا ماتش سريع جدا جدا والله وجميل تدخل من ميدو بياخدها منه ايوب مين ده علاء سامي مصاد الله يا سامي الله ولا وميدو عبد الحميد شايف محمود الذهب فوزي جدا ربنا يخليك تخنوا وكبروا ده انا اللي هو انا اللي بتدرب كل يوم تخنت ارجع تاني لموضوع رمضان صبح يا جماعه مش معانا رمضان صبح يا جماعه في نادي بيراميدز الف مليون مبروك يا رمضان وربنا يوفقك وبجد يا ابني والله العظيم ربنا يوفقك وعايز اقول لك بس واقول لكل الاهلاويه وجمهور الاهلي محدش يزعل محدش يخاف ما بتقفش على حد يا ريت وقف ده يا حد ينسى عصام الحضري ده اللي باكد الاهلي نادي مبادئ وعايز اقول ان بعد كل المفاوضات وبقالنا شهور وبقالنا ايام وبقالنا اسابيع وكل الكلام ده مع النادي الانجليزي وبعد كل الكلام دوت مشي في منت عايز امشي مع الف سلامه
ودي للكل مع ألف مليون سلامة، ما بتقفش على حد. والله الحمد لله الحمد لله. والله الحمد لله رب العالمين. صباح رابي مها همام أيمن شوقي، يا سلام يا شيخنا ربيع، يا سلام محمود صالح. لا 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 خالص والله العظيم الماتش حلو جدا وعجبني لدرجة ان انا بفكر انزل، بس انا خايف لو نزلت يقولوا عليا قدام الاهلي، انا لسه عايز العب يعني. بعينيا حلوة جدا لبيبو. ايه يا بيبو ايه هيعملها؟ الله سلام، يا سلام على الاستعراض يا ولاد، يا سلام على الاستعراض يا ولاد. والله لو كنتوا لسه وبتلعبوا بجد يعني، عايز اقول ان جون زي اللي فات ده هو بالاستحضار اللي انتوا عملتوه كان زمان المدرب خرجكم من زمان. عشان الهزار اللي بتهزروه، بس جون حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي. فكرني بالجونين بتوعك يا اسامه في ماتش 4-3 مع الزمالك في الكاس. يا سلام يا سلام يا سلام. ايه حبيبي صباح حسني خرج سلم عليا. يا سلام، انا حاسس ان انا بين اهلي يا جماعه. مين اللي وقع؟ مين اللي وقع؟ انزل له حسين شكري تاني تاني، جت في ايده. يا سلام يا سلام يا سلام، الحمد لله، احبك قوي يا كابتن اسامه والله العظيم. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا احمد. طبعا نجم نجم من نجوم الاهلي كابتن اسامه. اهلا وسهلا فيك، الله يكرمك، شرف لي ان انا معاك يعني. انا اللي بشرف. الله يكرمك، تاريخ طويل وتاريخ جميل. اتفضل بقى، تساعدني عشان في اللعيبه بتاعت الكاميرا لما بتبعد. لا انا دكتور حبايبي، الكاميرا لما بتبعد انا ما بقاش شايف اللعيبه، بس انت عارفهم من لعبهم. طبعا. فتقدر تغير يعني، ده ايوب، ده سوري عادل مصطفى، لعمرو انور، لاحمد ايوب، ايوب ماشي بالكوره، احمد ايوب، ايوه ايوب، لعادل مصطفى تاني، مصطفى تاني، ايوه قطع شادي، والشوطه بقى من مين؟ احمد ايوب. يا سلام، اجمل حاجه في الدنيا يا جماعه ان عادل مصطفى راح ام بي، فاكر؟ طبعا لعب في ام، انما لما جه النادي الاهلي بيبو عدى بواحده حلوه بقى، لازم تقول بيبو عدى واحده حلوه قوي، بيبو هو وجون، هو وجون بقى. معلش معلش ما تزعلش منها يا ما خدمتك. انا اقول لك موقف على كابتن حسين شكري. طبعا لاعبنا السردي باك الاسمر. مره كابتن حسن كان لسه، حسين شكري جاي ونزل يسلم على اللعيبه بقى كلها في حسين كان لسه جاي. فكابتن دخل لها كذا واحد اسمر، كابتن حسن حسن حمدي، كابتن حسن حمدي طبعا. فاول ما شاف حسين قال له هلو ويلكم، فاكره اجنبي. قلنا له كابتن ده حسين شكري كابتن بتاع الترسان، لانه كان كذا واحد باسمر ورا بعض. ايوه صح صح صح، شبه بعض. انا نفسي والله ما خدتش بالي منه في الاول. بلال طبعا، بلال تخن بس الله اكبر عليه. لا جاب جون حلو قوي دلوقتي، جاب جون حلو قوي دلوقتي. بلال لمحمد فاروق، فاروق فاروق يا كورنر طلعها منه، برافو. احمد فوزي، احمد السيد، سوري احمد فوزي، شايف لسه. ده احمد السيد، احمد السيد. ايوه ده الغضب على وجهه. اتلعبت الركنيه، هيسجل ولا هيعمل ايه؟ الله الله، مكور صلاح دي كرة حلوة، الله فعلا. كرة حلوة قوي، حلوة قوي، فكرة حلوة قوي، وتصدي هايل. يا سلام يا فوزي، يا سلام يا فوزي. حميد حسن مع الكورة اهو. ليه يا عم مش عارف تفشل ليه؟ يا سلام، وعارف انها طالع اوت بس. يا سلام، عبد الحميد حسن مع الكورة. حميد حسن مع الكورة، الأهلي العجيزي. أهلي العجيزي، جيزي جيزي، حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي. على السبتة، السبتة ده له في المنطقة، عجزه. كرة صعبة في الضيقة. أيوة دي طارق سليمان طبعا ما قدرش ينزل لأنه طبعا خلاص برضو طبعا حكم السن بقى طبعا. فاكر يا اسامه الرفعه اللي رفعتها لايمن شوقي في ماتش الزمالك؟ طبعا ماتش كاس، حط طلقه. ايوه 92 طلقه بدماغه، مظبوط طلقه
ده نهائي كاس مصر 92 يا ما متعت ده وسلام. الله يخليك زي ما انت دايما بتمتعنا يعني. ربنا يبارك لك يا كابتن شريف عبد المنعم. نهايه كابتن شريف حكم صفر نهايه الشوط بس انت لازم تيجي معانا كابتن شريف اتفضل. حبيبي طبعا حبيبي طبعا. ده انا فاشل ده انا فاشل في التعليق. انت معاك النجم العالمي طبعا بيومي فؤاد ربنا ما بيضحك 35 فيلم هدف ضحك مستمر حتى السماله قاعدين يحسدوا فيه ويقولوا له انت فين وجاي منين ورايح فين ومش عارف ايه وجاله خالد بيبو اهو جاله خالد بيبو تحت رجلك بقى فؤاد وبيبو فؤاد وبيبو فؤاد والجون فؤاد والجون فؤاد وبيبو شادي محمد عمال يقول ايه كعبك قول له استنى كعبك مش هعذبني فؤاد وبيبو حبيبي خالد بيبو اسامه دخل علينا اهو سمير عثمان جون في اول دقيقه فكرني بجنونك في الزمالك يا كابتن اسامه لما تجي لك الكوره انت والجون لازم تحترم الجماهير وتديها بكل قوتك بلاش الاستعراض بس اجمل حاجه عجبتني في خالد بيبو بعد اعتزاله الا الاوفر اللي انت عملته ده الجماهير لحد دلوقتي بتقول انما لما كان لاعب خالد بيبو ان عمر ما شفته بص بص يعني كل الناس اللي جابت الاجوال اللي انا الوحيد اقول له فاكر يا اسامه يا عرابي الرفعه اللي انت رفعتها لايمن شوقي في ماتش الكاس كابتن عاوز حسن والله يا كابتن ايمن شوقي والله العظيم بص طبعا احنا منتهزين الفرصه ابن حكم دولي كبير حكم دولي كبير ربنا دولي كبير ربنا ياما والله العظيم ربنا يخليك بجد والله العظيم شرف ليا انا النهارده بقى هستعين بيك لو في حاله فار ايوه انا هجي لك بقى بس عاوزين نساعد ومحدش يبقى بقى بس انا لسه كنت عاوز اقول تقنيه الفار برضه هنشوفها في الشوط الثاني هتبقى في حاله في الدقيقه 7 حبيبي جود لك ان شاء الله حبيبي ربنا يبارك فيك عايزك انت اتفضل يا فندم عايزك تعود يا سامة عود لي الكره دي حاطط امالي كلها عليك قطع كويس على القائم الاولاني جابها بالدراس وحلوه هو محضر نفسه يا استاذ ايوه واللعيب لما بيحضر نفسه الكره بتساعده اكيد واللي بيعمل مجهود اكتر يعني الحمد لله احمد السيد يا ولاد الايه شفت النجمي انت حضرت النجمي كلها لا انا حضرت شريف عبد المنعم يا نهار ايه ده انت من الايام الابيض واسود ست صغير ها بقى بس انت من ايام الابيض وش كابتن شريف عايز يرجع يمثل تاني انا عايز كابتن شادي بطل ضرب في محمد فاروق ده اخوك والليبرو انتهى خلاص السلام عليكم من الاخر الحوار ده كله انتوا عارفين استاذ بيومي ما بيشتغلش فقال لك ايه اجيب الكابتن شريف لما رايح الحمد لله على كل شيء ده عيبني في معالجة يلا مش في فيلم بقالي يومين قاعد في البيت والله يومين ها انت تليك بتحضر المونتاج بس يا سلام ايام ربنا يجعل النادي الاهلي دايما مصدر سعادة للمصريين وللأهلوية دي حقيقة والله العظيم مصدر سعادة ومصدر فخر دي حقيقة النادي الاهلي نعمة انك تكون اهلاوي اه والله العظيم وليه يا اسامه 1907 طبعا نعمل من الاهلي لكاس العالم ل90 ها لا طبعا تلعب قدام لعيبه العالم كلها الحمد لله في لعيبه بقى خدت بالك مش ممكن كان حد يعرفها اذا كانت لبس فانيله حمرا طبعا يعني ما شاء الله خدت بالك وبيتوفر لهم جميع اللعيبه اللي جنبهم اللي هم منتقاه طبعا اللعيبه اللي هم احسن لعيبه موجوده في مصر وبره مصر ولعيبه كلها محترفه عشان كده هو بيبان الناس اوعى تفتكر حماده اتفضل حبيبي حماده لو سمحت يا كابتن لو سمحت انا عايزك تركز معايا انا بس الشوط ده عينيا ماشي يعني سيبك من احمد سيد سيبك من شادي محمد ايه التواضع ده؟ ايه التواضع ده؟ يعني الكوره مجنونه ايه انكار الذات حبيبي والله انكار ذات انكار ذات خلاص طبعا بس انا ناقص حد شريف وكابتن وسام يا خرب لا لا هو اللي بيمتعنا من بره اه والله بيمتعنا من بره اه والله حبيبي ربنا يبارك لك يا رب شريف عبد المنعم وسام عرابي قاعدين معاك حاضر انا هعمل كده يلا سمير يلا يا فندم
انا عاوز عشان انا خايب في التعليق اعمل اي حجه في الدنيا، ممكن اقول مثلا زي كابتن لطيف الله يرحمه، في ناس واقفه قدامنا مش شايفين. كابتن لطيف الله يرحمه، كابتن لطيف، كابتن زيور، كابتن حسين، طبعا كلهم عمالقه، كلهم عمالقه يعني. بس كابتن لطيف يعني اللي خلى المصريين كلهم يبقى المعلق ده بالنسبه لهم فاكهه، يمكن اهم من الماتش نفسه. فكان كتير قوي يفضل محافظ اسم لعيب بالذات الاجانب ويفضل معلق عليه. ازادورو، فاكر ازادورو بتاع البرازيل؟ قلت لك انا ايوه ازادورو. كره ممكن الكره تبقى عند الباك ليفت يقول لك ازادورو ناحيه الجناح، بس بقى ازادورو كل البرازيل ازادورو. فهو اخف ضربه البدايه للشوط الثاني يعني. طبعا في معلقين كتير نجوم. الله ايه ده؟ ده عالمي. ايه الجون ده؟ ده مين اللي عمله؟ فاروق. ايه الجون ده؟ محمد فاروق؟ لا لا لا، ده شريف عبد الفضيل. شريف عبد الفضيل، شريف عبد الفضيل، شريف لاول مره يجيب جون كده. يا شريف يا شريف، قول لي رايح على فين؟ ده رايح يبص على بيوك. جون عالمي، جون عالمي والله. كابتن لطيف كان عايز لازمه بقى اسامه كانت يقول لك قلت لك انا شريف عبد الفضيل وخالد بيبو ومحمود الخطيب ومصطفى عبده وتقول لي مبروك عليهم بقى الكاس، مبروك عليهم بقى. احنا خدنا الدوري وهم خدوا الكاس. لا، في مدارس ماتش الجزائر لما حصلت الخناقه قال لك عاوزين يبوظوا الماتش. يا عبط. كان دمه خفيف جدا، عنده حضور غير عادي، حبب المصريين في لعبه كره القدم. طبعا كان في عمالقه طبعا زي كابتن علي زيور وحسين مدكور وحمد امام والشربيني، يعني ما ننساش حد، ومحمود بكر وناس كتير، بس هو ما فيش شك ان هو شيخ المعلقين يعني. وكان قبليه محمود امام طبعا. لا انا اولي كابتن، لا احنا سمعناش طبعا محمود امام، بس انا كنت اسمع انه كان في الاذاعه وبعد كده في اللي قال لك كان في ده. هم هيلعبوا ضربات جزاء، هيعملوا اكسترا تايم. أيوة انا صح. عندي ميعاد مع مراتي. لا 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 لا، مش هينفع. جو بيبو صباح حسني تابع. صباح حسني، اسامه عمل التعليم، هاتريك اسامه، هاتريك اسامه، هاتريك. متابعه من الفيرود جامده دي، مهمه المتابعه دي من المهاجم. جون حلو قوي 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 الحقيقه. من عدد الاهداف انا نسيت النتيجه بقت كام. لا مش مهم، المهم جوان كتير وخلاص. الناس مبسوطه بكتر الاجوان، فدي حاجه تسعدنا كلنا. والله مش مهم بقى مين يكسب ولا مين جاب كام. 5-2 لينا، طالما احنا لابسين احمر يبقى لينا. من الناحيه الشمال سامي قمصان، سامي قمصان، سامي قمصان اتاخر اتاخر. عادل، عادل مصطفى، فاروق، لا مش فاروق، فاروق فاروق طب فاروق كورنر. برافو برافو، خبطت رجله في برافو. حد داس على وشه حد؟ لا، شايف وشه مين الاول؟ الاسعاف. لو بينط من فيه، لو شادي يبقى ما فيهاش حاجه رجله. لو شادي هنغير ولا ايه؟ لو اللي واقع شادي يبقى ما فيهاش حاجه. مهم. ده مين؟ هو شادي، هو شادي، هو شادي، ما فيهاش حاجه، ما فيهاش اي حاجه. شادي ما فيهاش خبطه بسيطه. ده اسلام الشاطر، اسلام الشاطر. الجزمه في وشه. وسمير عثمان مش هنا. النادي الاهلي اللي هو اصلي اسلام طبعا. اسلام وشادي لعبوا مع بعض في وقت واحد. لعبوا مع بعض فترة، كنت انا برضه مع مستر مانويل جوزيه وكانوا موجودين الاثنين. هو اعتقد اسلام مش قادر ينسى ان شادي زعق له يوم. فجابها له النهارده. شفت قام زي الفل ازاي؟ ده يا استاذ انا بقول لك استاذ تمثيل. طب تاخده معاك يا استاذ؟ لا ده ياخدنا هو. العجيزي اهو ماشي. العجيزي، العجيزي ده العجيزي. والله كنت فاكره سمير كابونا من شويه. لا ما هو شكله فعلا، شكله صح. بس سمير يمكن بقى جسمه مليان شويه. صديق 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 صديق. ها بيبو، بيبو. يا سلام، ايه ده؟ لمحه لمحه ايه ده؟ ايه النكران الزاد ده يا بيبو؟ الولد مش عايز يحط جوه.
شقة محمود ابو الذهب، عادل مصطفى، عادل مصطفى الله اكبر، عادل مصطفى، سامي ومصان جسمه كانه لسه نزل، عبد الحميد حسن، عبد الحميد حسن ميده برضه، عبد الحميد جسمه كويس. انتوا بتشجعوا احمر ولا احمر يا فندم؟ لما الاحمر بيجيب جول بيقول احنا جبنا جول. بالامانه انتوا شايفين مين بيومي متعاطف جدا مع الاحمر، متعصب، متعصب. انت عشان مؤدب قلت متعاطف، انا متعصب. الله، شفت بيومي؟ لا بس العلامه الكامله، متعصب، العلامه الكامله، انا متعصب. خد الفرقه اللي هي العلامه الكامله. اه اي راجل بيفهم في كل حاجه. ابتدينا نغير من بيومي، هو الطقم الثاني بتاع النادي. ابتدينا نغير من ضحكه صديقي اللي من كام سنه ده، كان زمان ما كانش في حد اشهر من لعيبه الكوره. اه قضيت على الحكايه دي. اسامه مين اللي معاه كوره؟ اهو تعالى على الاقصاد، هيعمل عادي سنتين معاه الاقصاد طبعا. يا سلام، اقعد بقى الميكروفون. تعالى يا كابتن علاء. لا خلاص، ما انا قلت مكانك انت بقى استاذ بيومي معاك. لا ما هو انا مش هعطلك لعيب ايه؟ باك ايه؟ مدير كوره ايه؟ اقول ايه ولا ايه يا كابتن علاء؟ ربنا بجد بجد الله يخليك، شرف شرف عظيم ان انا مع حضرتك النهارده والله. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا رب. غششوني يا ايمن والنبي عشان في لعيبه من بعيد مش عارف، انا هم كلهم حبايبي، كلهم صحاب. اكرامي امير عبد الحميد، دي كابتن احمد ايوب. سلام ازيك يا كابتن، ربنا يبارك فيك، احبك جدا، ربنا يبارك فيك. سلام يا كابتن. اسامه حسني، اسامه حسني، يا لا 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 لا، ده سوبر هاتريك، ده سوبر هاتريك يا جماعه، اربع اهداف لوحده يا جماعه، سوبر هاتريك. اتكلم على الجول ده، يكون عالمي. لا مش اوفسايد، مش اوفسايد يا ايمن، انت رحت امريكا القانون اتغير. القانون اتغير، اه عندنا. لا لا مش اوفسايد، لما اكون اسامه حسني مش اوفسايد. القانون اتغير، انت سافرت فتره. وبعد كده هو مركز دلوقتي في الرد. اه جدا. اه طب تاني، خالد بيبو، خالد بيبو، الله. شادي محمد، شادي محمد بيرفع، جت في كتف حسين شكري الحكم. الله الله، عبد الحميد حسن. طب احنا كده 8 9 احنا ستة. ايه الحلاوة دي؟ انا عشت مع الراجل ده 15 يوم في روسيا، 10 دقايق و9 اجوال. بدل اروح فين في شياكتك؟ مش عارف انا خلقوني ليه كده. اروح فين في شياكتك؟ انا نقيت احلى قميص في الدولاب، اروح فين في شياكتك؟ انا كنت خايف ابقى جنب الملعب بتاع اخضر ما ياخدوش بالهم ان القميص شبه النجيله. انا ايه رايك في المباراه؟ حلو قوي، شفت جون فاروق؟ اه عجبني جدا والله، وجوان اسامه حسني اللي هم اللي عدوا 4 تقريبا، سوبر هاتريك. اه هو مع انا تمام عشان بس اخد بالي. لا وبعدين الاجوان كلها من ايه؟ من جوه الستة ياردة، جدا من جوه الستة ياردة. لا هم عارفين طبعا يعملوا ايه، ها تركيز اللياقه. اصل بص يعني معظمكم مثلا لما بيلعبوا كره خماسيه بعد الاعتزال، دي حقيقه، فهم بيلعبوا في ارض كبيره كره خماسيه برضه بيلعبوا. ده اللي عايز اقوله، لو بطريقه الخماسيه برضه. لا امير مبروك عليكم، ودايما كده النادي الاهلي في العالي ان شاء الله باذن الله. امير مبروك علينا جميعا يا رب. سلام على الجميع. طب ده الله. وبعد كده انتوا لو بتلعبوا يا كباتن دلوقتي كان زمان المدرب خرجكم انتوا الثلاثه بالظبط كده. يلا يا أسامة، يلا يا أسامة، هي دي. الحب بيسود الماتش ما
مفيش المنافسه وال عشان كده تلاقي المباراه لحد ما في كلهم معشات يا كابتن علاء كلهم معشات دول اصغر مني في السن. طب اقول ايه على نفسي؟ الله 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 جول حلو قوي. يا سلام يا بلال. تدبل الورده وريحتها فيها يا ابني. جول حلو قوي اسامة. اسامة سوبر هاتريك. شايف دي؟ شايف دي؟ نقول ده لسه مكمل معاكم يا جماعة. لا اللياقة البدنية عالية. برافو. دلوقتي أعتقد ممكن يبقى 8-3 النتيجة. ما سامحوني بقى، أنتوا بتزعقوا لي أنا قاعد مع حبايبي. ما حدش بيتابع النتيجة أساسا. أه بس المهم 7-3 8-3 حاجة كده. المهم احنا 8. هو ده احمد. اه انا بشجع اي حد لابس احمر. هي دي. الله الله حارس مرمى هاي. هاي. وحلوة ميدو. اشوى القديم. كابتن علاء فكرني قبل ما تعتذر، كان اخر مدرب معانا كان انجليزي اعتقد. اه هاريس. هاريس الان هاريس غير طريقه لعبك خالص. انا فاكر انت كنت معاه عظيم. بس انت كنت معاه حاجه تانيه خالص. انا السرعه قبل اعتزالك بشويه. ما انا بعد عرفت مع الف هاريس. العصبي قوي. اقول لك انا اسمه ايه اللي راح للزمالك بعدها؟ لا قبل الصبل. قبل الصبل اللي راح للزمالك. اقول لك انا اسمه ايه؟ بس انا كنت عملت عمليه. فانا طلبت الكابتن سابق الباك. كابتن سمير محمود عثمان جاي لي. جاي لي. مفيش مكان، مفيش مكان، مفيش مكان فاضي يا سمير. كابتن سمير جاي لي عشان يشوف تقنية البار ويشوف البنالتي صحيح ولا لا، بس مش هخليه يقعد وهو واقف. نعيد نعيد. احنا اهو احنا اهو. انا هقول لك انا هقول لك كانت بنالتي ولا لا. اهي وطرد كمان. فيها شدة. ايوه فيها شدة. شوف فاضي. انا الحقيقة مش شايف فيها شد قوي. انا مش شايف ان فيها شد قوي يا سمير بصراحه. ده كان بيقول له خد بس عايزك. هو الكابتن سمير كان عاوز يطلع في التلفزيون مش اكتر، لكن هي مش بنت. انا رايي انها مش بنت. ظلم الحكم ظلام ده. ابو الذهب يا ولاد الايه يا ولاد الايه يا ولاد اللعيبة على التعاون. العفو حبيبي. معلش يا ميرو عملوها فيك العشقية. دلوقتي 8-4. أنا بتوقع النتيجة. بينية من ناحية اليمين وبيجري. بيديها لأسامة حسني. أسامة حسني. أحمد عبد الظاهر. أحمد الظاهر هيرفع. 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 هو الله! يا يا القائم بيلعب معاك والله يا ابني. حاجات من اللي بتعجب الجمهور. بيعدي الكره من تحت رجله يمين لفاروق.
صاروخ برفاها حلوة جدا. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هو هو هو، والنتيجة بتقرب يا جماعة. هو والله عادل مصطفى نسر النادي الأهلي، رمز النادي الأهلي. الجول بيتعاد من حلاوته، من بلال لسامي قمصان لعادل مصطفى. جول حلو قوي، حلو قوي قوي حقيقة. نقول لينا ولا علينا؟ لينا بقى يا ريس. آخر عملك كده آخر آخر عملك النهارده. الماتش ده طول كده ليه يا جماعة؟ هو مش تفوتش على الجول. حلو قوي. يا سلام يا ميدو، سلام يا ميدو، حلو جدا. اخر عملي كنت بعمل فيلم مع رامز جلال لسه مخلصه قريب، اسمه هيكل نظمي. فيلم كوميدي. رامز جلال، استاذ خالد الصاوي، استاذ غاد عادل. وان شاء الله المفروض طبعا كان ينزل، بس طبعا التسليمات كان موضوع 25% والكلام ده بسبب احد كورونا، مخليه طبعا المنتجين كده الله في عونهم يعني بيأجلوا الافلام شويه. والاخر حاجات اللي الناس شافتها، بس انا مصوره بقالي داخل على سنه، صاحب المال صراحه شخص صاحب المال مع اسر ياسين في بيت الاسره، ميلا خليل، فرق منظر عكس. ده فيلم نزل على شيء على من الصوت. صح. طب بالنسبه للدكه العظيمه اللي هناك ديت، والله نفسي اخدك من ايدك كده كابتن علي واروح اقعد معاها. يلا. الله. دائما وابدا مديرين الكوره في النادي الاهلي من ايام الكابتن العظيم امتدادا لغايه من ايام الكابتن صالح. كابتن صالح مسك المكان ده برضه. كابتن صالح؟ كان مدير كوره؟ مسك مدير كوره. ده ايام عبد المحسن مرتجي؟ كان وقتها فريق عبد المحسن مرتجي. عبد المحسن مرتجي رحمه الله. كان وقتها بقى كان الكابتن عمر سلامه ومصر الخير، كان تقريبا فرقه التلامذه دلوقتي. ومسك فتره كده، وبعد كده برضه مسك في وجود بدايه الكابتن خطيب. يعني كابتن عمر سلامه كان مدرب. لا كابتن صالح مدير. لا كان لعيب بس. كان لسه لاعب. طبعا الكابتن عمر سلامه بعد كابتن صالح. كابتن الجيل اللي بعده كابتن شوقي عبد الشافي والشغل اللي شوقي عبد الشافي. كابتن صالح مسك فتره وبعد كده دخل في وبعد كده تولد بقى بعد كده كابتن حسن، كابتن خطيب، كابتن سيد. كابتن زيزو كابتن اول جيل انا عاصرته. كابتن زيزو، كابتن خطيب، كابتن عبده. كان لعيبه كوره. تمام. انا بتكلم على يعني مديرين الكوره وحضرتك فتحت الموضوع ده. يعني كابتن صالح كان من اوائل الناس اللي والكابتن عزت بروس ربنا يديله الصحه. والعظيم والكابتن احمد صورات الله يرحمه. طبعا كابتن ثابت الله يرحمه. هو جون وبينهي المباراه. لا ده بيصفر هدف. ده كابتن ابو مين اللي بيشاور؟ كابتن نور. هو تعب في عاوز المباراه تنتهي. سراج اهو. يلا. سلام. خش مش عارف ايه ده. عادي. اتفضل يا فندم. طبعا فندم. ربنا يبارك فيك. انا معايا مايك. انا اصلا انا نزلت مخصوص اسمعك والله. كنت بتفرج من فوق بس بيقولوا لي ان انت عامل لا خالص، بيقولوا لي انت عامل قلق جامد، فقلت بقى انزل اسمع. ربنا يبارك فيك. انا سعيد جدا، فخور جدا. الحمد لله والله. الحمد لله ربنا كريم. يعني جول حلو قوي. جول حلو قوي. وانا بقول النتيجه بتقرب. هو كام دلوقتي؟ 9-6. 9-6. انا عاوز اشاور لسمير كفايه ماتش كوره عشان نطلع كسبانين. انا بشجع الاحمر طبعا. عند لبس الاسود بتاعنا حلو برضه. حلو جدا. بس الاحمر الاساس طبعا. يعني 9-6 للاحمر. 9-6 للاحمر. انا مش شايف جوان كتير، فمش مش منهم. عدتش جاب اربعه لوحده. لا اسامه حسني
الله عليه يعني الراجل فكرنا بماتش السوبر والنهائي الكاس الله 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 الله. في لعيبه كتير قوي يا فندم بيستنوا لغايه الفتره ديت عشان نفسه يعمل الحاجات اللي هو بيعملها دلوقتي يعمل ايوه براحته بقى يعني لو في جمهور طبعا مش بس جمهور مش هيعرف يعمل اي حاجه من الحاجات دي مش بس جمهور فني في لحظه ومدير فني صحيح اه صح انت عندك حق هيقول له اقرب اوبن على طول اتكل على الله. بتشجع الاهلي من سنه كام ده؟ مش عايز اقول بركه يعني بس يعني او قول لي الجيل مثلا اللي بدات بيه تحب الاهلي يعني كابتن حكيم طبعا حكيم لسه دلوقتي كنت بقول ده الجيل طبعا هو ده الجيل ده الجيل الذهبي سمعت ان كان في كان في حد على طول قبل اكرامي ده انا ما لحقتوش قبل كابتن اكرامي ايوه انا بص الهجمه دي بقى بص الهجمه دي الله اخيرا اخيرا نبيبه يا سلام من اول الماتش بصراحه انكار ذات كم جول النهارده لا اول جول اول ايه ده اول جول تخيل اسامه حسني هو اللي بيجيب كل الاجوال هو بيبو اللي بيسمع مجهود رائع مجهود رائع وعظيم يا سلام يا سلام يا ابني يا سلام دي جوان بيبو بقى وبيبو والجون يا سلام عادل سمير كمونة بلال احمد جوان زي كابتن شوبير ما مسميه عادل ايه ده حلوه دي ايه ده حلوه دي بصراحه ايه اقول ايه اقول ايه في الجون ده الحقيقه بيرد عليه عادل مصطفى على طول بيرد على خالد بيبو ويقول له مفيش حد احسن من حد وادي يا سيدي جون حلو كمان يا سلام يا سلام حلو جدا لو في مين في امير وحش برضه وبتنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي ده من الأهلي هو منتصر الحمد لله صباح حسني تفضل فندم دايما الأهلي المنتصر دايما الأهلي المنتصر دايما مشرفنا الحمد لله والله أنا بشكر بشكر المشاهدين بشكر الجمهور وبشكر جمهور النادي الأهلي على استحماله يا فندم احنا بنشكرك والله ان انت روحت انا ببارك جدا لكل جمهور النادي الاهلي وبارك لنفسي كمان على الانجازات الحقيقه المجلس الاداره بيعملها من قناه جديده لسه من وقت قليل جدا لاستاد يعني يعني حاجه عظيمه وفخر وشرف لكل اهلاوي بجد دايما الاهلي سباق الحقيقه الحمد لله رب العالمين على نعمه الاهلي بجد يعني الحقيقه انا فخور جدا وسعيد جدا وباذن الله اول ماتشات النادي الاهلي هنا هو باذن الله ان شاء الله هبقى في ثالثه شمال باذن الله واقعد وسطيهم وعلق 100 ان شاء الله الف مليون مبروك لكل جمهور النادي الاهلي في جميع انحاء الدنيا ونشوف هم تقريبا اتعادلوا ضربه جزاء هم تقريبا اتعادلوا انت قلت لي في فرقه كسبت بتتصد من بلال ما تزعلش ما تزعلش ما تزعلش يا بلال برافو اميرو ضرب جزاء الاولى للاحمر تركيز واضح على حارس المرمى تعالى بقى خش بقى استلف وسامح حسني جاي يقعد جنبي اعتقادا ان انا مش عارف اللعيبه لكن مين لا لا ده احنا النهارده اكتشاف مذيع عالمي للكره المصريه عميب. الاستاذ بيومي فؤاد معلق للكره المصريه الجديد مذيع ممل جدا شربيني التمثيل حبيبي ربنا يبارك فيك زي ما احنا شايفين دلوقتي هو بيحاول يوسع له كابتن اليمين شريف عبد الفضيل شريف عبد الفضيل شريف عبد الفضيل
اوبا جوه جون جوه جون يا سلام يا كابتن شريف. فاكر لو سوى ماتش 4-3؟ اه طبعا، مين يقدر ينسى ماتش 4-3؟ الاهلي تعادل، الزمالك يجيب جون، الاهلي تعادل، الزمالك يجيب. شوف الروح الرياضيه الجميله اللي بعد. الزمالك يجيب جون، لا الزمالك كان فريق كبير والاهلي فريق كبير طبعاً. هنا نجوم من وهنا نجوم، احلى ماتشات الدنيا اللي شفتها. الاحلى من كده شوف الجماهير اللي كانت حاضره طبعا، ساد القاهره 70-80 ألف مشاهد ما شاء الله، وهي دي العلاقه اللي دايما ما بين الاهلي والزمالك. ما شاء الله 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 يا ميرو، الله يا تاني كوره بتتصد. يرتدي قفاز الاجاده امير فعلا. عبد الحميد وفاروق اللي ضيعها ومش عاجبه، محمد فاروق احد رواد الفضاء الجدد في الكره المصريه، يضيع ضربه جزاء حاسمه. هو احد رواد الفضاء بس مش جدد، مش جدد ماشي مشيها مش جدد. لا احنا شايفين مين دلوقتي؟ ميدو عبد الحميد. بالمناسبة دي انا بحيي القائمين على تجديد الاستاد، حاجه رائعه طبعا. حفلة. يعني دايما يعني من ويه لاستادات محمد ابو كامل، محمد ابو كامل محمد كامل سوري محمد كامل حبيبي، وكل اللي بيحصل يعني ومجهود رائع وكتر خير وواضح، حاجه مشرفه جدا، حاجه جميله جدا بجد والله العظيم، وكاني في اوروبا. دايما جمهور النادي الاهلي بيستاهل كل حلو حاجه حلوه طبعا. حلوه قوي يا سامي، جون حلو قوي، لعيب كبير سامي مصاد، لعيب كبير جدا، صاحب مهاره عاليه. انا فاكر مين اللي جاب سامي ومصان الاهلي؟ كابتن انور سلامه. كابتن انور سلامه طبعا من جمهوريه شبين، وانت معانا النهارده. انا متابع من امتى استاذ بيومي؟ وانت يعني الاحد الاهلاويه اللي بتشجع بجنون للاهلي. شفت ماتش 6-1 وشفت ماتش 4-3، الماتش الاحلى من وجهه نظري 4-3. ليه بقى؟ استمتاع ب 4-3، انا استمتاع ب 4-3. 6-1 ماتش من جانب واحد يا عيني، بص 6-1 ماتش من جانب واحد. 4-3 رايح جاي. انا لا احب اشوف الماتشات التحصيل حاصل، ولا احب اشوف الماتشات اللي من جانب واحد. صح، وماتش احب اشوف ماتشات المنافسه مهما كانت، لو فرقتي حتى مضغوطه، لاني ببقى واثق اللي بيشوط دلوقتي والله العظيم. 3 ماتش 4-3 انا بتفرج عليه وانا قاعد في قهوه في القصر العيني، كان عندي بروفه مسرح والمخرج مغلس عليا وانا عمال اتخانق معاه والكلام ده. رحت كان عمرو زكي جاب جول اولاني، وفاضل 3 دقايق والماتش يخلص. ابو تريكه خلاص، سوري ابو تريكه الاول تعادل، ابو تريكه في الدقيقه 80 او 82 شيكابالا جاب الثاني. ابو تريكه بقى في اخر الماتش قبل ما يخلص بثلاث دقايق جمال حمزه تعادل، رغم ضياع الاجوان الرهيب كتير اللي ضيعناها، ما اعرفش بصراحه جوزيه كان مستحمل ازاي. حبيبي يا ميدو، ايه الحلاوه دي النهارده؟ احنا اكتشاف معلق للكره المصريه، اقسم بالله حته جون شريف جديد، لان انت رجلك مرزبه، دي كان جديد بالنسبه لي. حسيت انه اسامه صاحب الكوره. ليه؟ حسيت انه اسامه صاحب الكوره، وصاحب الملعب كان هيلم النجيله ويروح. انا حسيت له هيلم النجيله ويروح، جاب 4 تجوان لوحده. سوبر هاتريك. لا والنوم بس هقول لك، هسالك سؤال كده قبل انت بتسالني يا كابتن بلال. انتوا لفيتوا العالم، لفيتوا العالم وشفتوا استادات كتير وشفتوا، رحتوا افريقيا ورحتوا اوروبا ورحتوا كتير قوي. انا بجد ايه رايكم؟ ايه رايكم في الحدث اللي بيحصل النهارده؟ احنا اكتر ناس في الدنيا لو مش عاجبنا احنا اللي نقول انه بيتنا. صح، يعني في حد في الدنيا وقاعد في بيته هو اللي بيقول هات الكرسي ده كده، هات الترابيزه دي كده، مش عارف كذا، والتجديدات كده والكلام ده. فاحنا ما عندناش مشكله خالص نقول قدام العالم لو مش عاجبنا نقول احنا كده. هو ده الاهلي، بص الاهلي تجديدات بايدي مصريه وده شرف. هو ده، هي دي العظمه، هي دي عظمه الاهلي الحمد لله بامانه. يعني بص في كل مكان الحمد لله، الحمد لله بنستمتع، مش بس بنفتخر، احنا بنستمتع واحنا بنقول احنا اهلاويه. والله بنستمتع. والله في فرق، عارف ان انت بتفتخر بالتاريخ والامجاد بتاعتك بالزبط. في فرق الحمد لله. انا بستمتع ان انا راجل اهلاوي على طول، التاريخ والحاضر والمستقبل اهلي. في ناس عندها تاريخ بس، وفي ناس عندها تاريخ وحاضر، لكن الاهلي دايما عنده تاريخ وحاضر ومستقبل، وهي دي العظمه بتاعت الاهلي. الاستاذ عمرو اديب استضافني في مره من المرات، الراجل ده انا بحبه قوي، وصفاره نهايه المباراه بفوز الاحمر وصديق خارج الاسود. الاحمر الاسود ايه؟ الاسود ايوه، احنا اللي كسبنا عشان بلال فوز الاسود. الاسود الحمد لله. كام؟ اقول كام؟ اقول كام بالبره؟ غششني. قول 6-4. حلو، 6-4 او 6-5 ماشي. بضربات حسين شكري زعلان. حسين شكري
لا باين افريقي جدا. بص انا هقول لك على حاجه احسن. شكرا اول ما جه الاهلي اول ما جه الاهلي دخل اوضه اللبس انا فكرته محترف. يا جماعه بقى عندنا ثلاثه لسه حد بيحكي لي دلوقتي كابتن حسن حمدي نزل قال له ويلكم. ايوه صح. انا بستمتع بيك على فكره والله. ربنا يبارك فيك جدا والله. بستمتع بيك جدا جدا جدا. سلام لي. ويعني تشرفنا بيك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بقول لحضرتك استاذ عمرو اديب كان مستضيفني في يوم وكان الاهلي عنده فتره ربنا لعيدها كده فضلت يعني الفرقه نازله خالص في النتائج وكده. فهو طبعا زملكاوي كبير وشمتان فيا وبيهزر معايا وبيقول لي تقول ايه بقى اللي بيحصل للاهلي من دول. قلت له حبيبي صديق. سلام يا كابتن صديق. حبيبي صديق ده انا اللي مربيه على فكره. طبعا تربيه للاسف يعني. والله والله ونجم كبير ونجم كبير. للاسف حلو. فرحت فرديت عليه بمطالبه صوته قلت له ينبسطوا يستمتعوا ياما متعونا. صح صح. لازم نبقى وصله. الله عليك. لما الله يحصل عليك. حاجه زي كده وتحصل اي حاجه اي يا جماعه هو اللي هو ريال مدريد ما بيتغلبش. الله عليك بجد. اه طبعا بيتغلب. هو البارسا ما بيتغلبش. لا طبعا بيتغلب. ها؟ لا يتغلب براحته ويكسب براحته. يتغلب كده؟ اه ويكسب قد كده. هي دي هذه المتعه. انك تدي برضو فرصه للناس عشان انت تلاقي منافس او تلاقي حاجه تنافس عليها. انما لو مشيت طول عمر على طول هتزهق برضو. بالظبط. برضو بنزهق من البطولات. بالظبط. حقيقه يا كابتن نورتنا وشرفتنا بجد والله العظيم. النهارده هايل شفت الجنيه كابتن ايمن دجيش. سلام من هايل راجل هايل. ربنا يبارك فيك والله العظيم. بس درسوا. انا بشكر عليكم جدا ويا رب اكون سويل حضرتك. انا ربنا يبارك فيك. سلام بتاعتك عالميه ما طلعتش خالص النهارده. ربنا يبارك فيك. نفسي اختم. اهلا وسهلا يا فندم حضرتك الله يخليك. نفسي اختم. ما انا عايز اختم والله. طب اعمل ايه؟ ماشي اعمل ايه؟ تختم انت بقى هنا. تختم انت حبيبي. انا معايا مايك. معاك مايك ولا اه دي فين نخلي معانا؟ كان معكم بيومي فؤاد من استاد. لا احمد بلال. او احمد. كان معكم احمد بلال وبيومي فؤاد من استاد الاهلي والسلام. يا رب اكون كنت خفيف معاكم. سامحوني انا ما كنتش جاهز خالص للموضوع يعني. حبيبي اميرو حبيبي. كل الفخر وكل الشرف. ونلتقي باذن الله في مباريات قادمه في استادنا استاد الاهلي. الاهلي والسلام. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. اتمنى تكونوا استمتعتوا بمباراه كلاسيكيه الحقيقه. بس والله يا استاذ عصام رجعتنا وفكرتنا بذكريات كتير جدا. اسماء ابدعت وتالقت ورفعت كؤوس وبطولات وبطلوا كوره والاهلي ما وقفش واستمرت المسيره يعني زي ما بيقول. مباريات قدام اللاعبين دي بترجع للجماهير ذكريات النجوم اللي ساهموا في صناعه تاريخ النادي. وكمان الجماهير الصغيره والاجيال الصغيره بيشوفوا نجوم هم كانوا بيسمعوا اساميهم بس. صحيح. ده اللي بيبقى ممتع في المباريات. والعنوان والعنوان الاكثر اهميه هم بقوا في يعني في ذهن الاهلاويه والجماهير طبعا على اطلاقها موجودين ومحترفين محترمين وهو في حب ناديهم طبعا. لكن الأهلي زي ما انت قلت ما وقفش ومش هيقف على كائن من كان. وبالتالي دي الكيانات الكبرى اللي النهاردة وحضراتكم يعني وانا موجود معاكم
ما اسعدنا. واحنا بنقول برضه على ثلاث كيانات كبرى، وانا مصر يعني الحقيقه لازم ياخدوا حقهم يعني الاهلي واستادات. الحقيقه تركيبه جديده جدا، تركيبه بتقول انه المستقبل في صناعه الرياضه يزداد بقى حجم مؤشرات في بورصه يعني العوالم الكرويه والرياضيه حولنا. يعني اعتقد انه النهارده كانت فرحه كبيره جدا لكل جماهير النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله انه الفرحه تكتمل ويكون استاد الاهلي والسلام وشه حلو على النادي الاهلي. عندنا ماتشات جايه ان شاء الله تتابعوا بقى، وخلال الفتره اللي جايه خدوا بال حضراتكم كل الصور والمشاهد واللقطات اللي حضراتكم شفتوها النهارده هتترجم بشكل فيه تفاصيل اكتر، وان شاء الله لما الاستاد يفتح ابوابه لجماهير النادي في كل مكان هيبقى فيه تجربه جديده من نوعها على جمهور الكره في مصر. نتمنى كل التوفيق، ونشكر الحقيقه بدايه طبعا كل من شارك في خروج الصوره بالشكل الرائع بشكل عالمي مستوى عالمي لكل تفاصيل استاد الاهلي اللي تابعناها النهارده. الشكر الاهلي، شكر الوي، الشكر طبعا لشركه استادات، ومهم برضو ان احنا ناكد ونوجه تحيه تقدير واحترام للانتاج الحربي اللي لولا الحقيقه دخولها في المنظومه ما كانش ظهر المشروع ده للنور. هي يا احمد يعني ما كناش يعني ما فيش حاجه اقل من كيان زي النادي الاهلي. الحقيقه اللي شفناه ده هو اللي الاهلي يستاهله، اللي شفناه ده هو بدايه الفرحه لجماهير النادي الاهلي ان يكون عندهم استاد خاص بيهم باذن الله. يبقى زي ما احمد قال وشه خير وفرحه، ويبقى عليه كل انتصارات وانجازات النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. انا اللي بشكركم يوم وبشكر جمهور الاهلي الحقيقه انه يعني في ليله عظيمه زي دي اكيد حوالين كل ما يمكن ان يكون شاشات هو موجود وعنده الامال اللي انتوا طرحتوها عليه. بنشكر استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير على وجوده معانا النهارده في يوم السادسه امتدت من 6 تقريبا ل 10:30، حلقه خاصه جدا. وعلى فكره اقول لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي فقراتنا من استاد الاهلي لسه متواصله، والبيت الكبير عنده حلقه خاصه النهارده. زمايلنا هاني رمزي وسهام صالح هيكونوا موجودين مع كل جماهير البيت الكبير في حلقه خاصه جدا من استاد الاهلي والسلام. بنشكر حضراتكم ونقابل حضراتكم بكره حلقه جديده ان شاء الله والسادسه.